ثم الآن عنده فرصة ليسجل هدف رابع. ميسي يلعب كرة إشهام برشلونة، شيء غير عادي يا بارسا، حتى في ركلة جزاء شيء مختلف. يا إلهي هذا كلام كبير يا برشلونة. شوف ركلة الجزاء، ميسي يخدع الكل، يخدع العالم، يخدع العالم. لا يسدد ركلة الجزاء، يمررها إلى سواريز، قانونية وهدف صحيح. برشلونة حتى في ركلة الجزاء يدعوكم لأن تستمتعوا. ألا يوجد ركلة جزاء ممتعة؟ حسنا، نحن في برشلونة سنقدم لكم متعة، ما رأيكم في ذلك؟ استمتعوا. يا إلهي على لقطة مثيرة بالفعل لبرشلونة، حتى أنت كنت مستغرب ربما من هذا الأمر، أو أن أشار إلى أحد